اهلا بحضراتكم مره تانية، والاهلي في المونديال. فقرتنا النهارده هنتكلم على اوكلاند سيدني من طبعا النواحي الفنيه والتكتيكيه، وهيكون ضيوفنا اللي منورينا دايما وعلى مستوى عالي جدا جدا من التحليل الفني وتحليل الاداء معانا طبعا دكتور احمد ثابت اللي بيرحب بيه معانا في قناه النادي الاهلي. احمد مساء الخير عليك. مساء النور، تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن اسلام. وكمان يعني من عظماء التحليل الفني، بتكلم بشكل احترافي كبير جدا على كريم سعيد اللي منورنا في الاهلي في المونديال. كريم مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن هاني، ومساء الخير يا كابتن اسلام، ومساء الخير لكل متابعي قناه النادي الاهلي. قبل بس ما تتكلم، النهارده كنا بنلعب كوره. ايوه قول لي. انت ما جيتش ليه النهارده بس؟ انا اتاخرت عليكم كابتن هاني يا جماعه، كان المفروض يجي النهارده لكن النهارده ايه ما جاش. مين اللي جه؟ احمد ثابت الهداف الكبير صانع الالعاب. انا مستني بقى الهداف صانع الالعاب. انا مستني بقى احمد ثابت اشوفه، انا اول مره اشوفه بيلعب كوره. اما الباقي يحلل لنا ويعمل لنا وبتاع. النهارده كابتن ما عرفش يجيب جونين على بعض. لا جاب جونين سته ولا ثمانيه ولا بتاع. تعبني يا كابتن. عملت كذا. الكابتن اسلام جاب جوان كتير. صراحة انا سمعت ان اسلام جاب جوان كتير، بس بقول لك انا كنت الاسيست. انا صانع الالعاب. انا ما بجريش كتير، انا واقف قدام الكره تجيلي احطها. لا فكنا مستنيينك النهارده والله يا كابتن. ان شاء الله تتعوض. كان عندنا كاس عالم برضه، بس كاس عالم بطريقتنا. عموما خلينا نبدا بقى نتكلم عن كاس العالم للانديه واوكلاند سيتي. من وجهه نظركم، هل يستطيع النادي الاهلي ان يفوز على اوكلاند سيتي؟ طبعا ان شاء الله يا كابتن اسلام. وطبعا ده مش اول مره احنا لعبهم، احنا لعبناهم في 2005. اكيد طبعا فريق مختلف، بس عايزين نقول ان الفرق 6 2006 فرق اوكيانوسيا دايما بيحافظوا على لعيبتهم سنين طويله، يعني ما بقاش عندهم تدرج كتير او تغيير كتير. حتى النهارده ايميليانو تادي المهاجم الارجنتيني اعتقد بكره هيبقى على موعد مع رقم قياسي لما يتساوى مع وائل جمعه وابو تريكا وحسام عاشور في عدد المباريات اللي لعبها في المونديال. اعتقد بكره هيلعب المباراه رقم 11 له، طبعا رقم قياسي مهم للاعب. اكيد طبعا لعيب هم بيحبوه جدا، ولاعيب لعب معاهم 222 مباراه مع اوكلاند، احرز خلالهم 147 هدف. رقم كبير، وخاصه ان الدوري 10 فرق كمان. صحيح يعني. بس هي كابتن حتى كنت بنتكلم في الحلقه الماضيه ان المنافسه في اوكيانوسيا الدنيا لطيفه، يعني ما فيش ازمه. الدنيا حلوه. الدنيا حلوه قوي. حتى نبص حتى نهائي دوري الابطال بيلعبوا فريق اسمه فينس من تاهيتي، بيكسبوه 3-0. في السيمي فاينل بيلعبوا فريق من كالدونيا الفرنسيه، كسبوها 4-0. فالدنيا حلوه اللي بعد خروج استراليا. خلي بالك الدنيا هديت شويه. خلي بالك الطموحات بتختلف في كاس العالم للانديه، ومن الفرق اللي عندها خبرات كثيره جدا في هذه البطوله، وبالتالي كمان عندهم مدرب. انت اكيد هتتكلموا على المدرب، مدرب اسباني بيلعب بشكل معين، في تطور في اداء هذا الفريق بشكل كبير جدا على مستوى التخطيط داخل الملعب، وعلى مستوى كمان اللاعبين بشكل او باخر. يعني انا شايف مباراه اوكلاند اصعب مباراه للنادي الاهلي في البطوله. مباراه صعبه، لان هي انت بالنسبه لك كفرقه انت الضغط النفسي والعصبي عليك انت اكتر من اوكلاند. صحيح. وعكس باقي الماتشات ان شاء الله لما نصعد باذن الله، باقي الماتشات الضغط هيبقى على الفرق التانية. الفرق التانية هي بالنسبه للقيمه التسويقيه، انت القيمه التسويقيه بتاعتك اعلى منهم. لما تروح ان شاء الله بعد كده القيمه التسويقيه بتاعتك هتبقى اقل من الفرق دي. فالفرق التانية يعني ريال مدريد، الفريق الامريكي، الفرق دي مطالبه ان هي قيمتها التسويقيه اعلى، يعني الضغط عليها هيبقى اكتر ان هي المفروض تكسب. صحيح. لكن بكره احنا الضغط علينا اكتر لان احنا اعلى منهم، فانت الضغط النفسي عليك اكتر. فانا شايف مباراه اوكلاند، حتى المدرب اتكلم في النقطه دي، وكنت بتكلم مع كابتن اسلام فيها، ان هو بشكل او باخر بيقول الاهلي افضل وعناصره افضل، ولكن احنا هنحاول. وبالتالي زي ما انت بتقول، انا اعتقادي ان حتى تنويم مغناطيسي، دي سياسه تنويم مغناطيسي، ان الاهلي هو الاوفر حظا والاهلي الاكثر حظا. هو طبعا عارف قدرات النادي الاهلي، وحتى كان عمل مداخله مع كابتن اسلام هنا في برنامج البيت الكبير، واضح ان هو مذاكر الاهلي بشكل كويس جدا، وحافظ الفرقه. ده من 3 اسابيع يا كابتن هاني قال لي فلان وعلان وترتان، انا مش هقول طبعا، لكن هو قال لي محضر وعارف ومحضر وقال لي الفرقه من فتره، يعني من 3 اسابيع تقريبا. فهي لا، الماتش صعب، بس انت يعني مهم جدا بكره الهدف المبكر عشان ما تصعبش الماتش على نفسك. لو الماتش فضل 0-0 الماتش بالنسبه لك هيتحول لصراع بدني، والتحول البدني ده لمصلحتهم. خلي بالك احنا في 2006 اعتقد جبنا جول متاخر، الجونين جول في اخر الشوط، الجونين جول في الشوط الثاني، في اول الشوط الثاني الجونين جم في الشوط الثاني، جم ورا بعض. وقعدنا الشوط الاولاني كله احنا طبعا احنا مش قادرين نضرب، لان هم اللي كانوا
يعني بسم الله ما شاء الله كتله عضليه و... في قوه بدنيه كبيره وقوه بدنيه كبيره جدا، فما كناش قادرين نضرب، فكل ما يجي واحد يخش عليك تحس ان انت بتضرب في حيطه. انا برضه عايزين نقول ان هم كمان بيلعبوا في الاجواء المغربيه بشكل مميز. صحيح جدا. ليه؟ لان اصلا ابرز انجاز في تاريخ صحيح الكره النيوزيلنديه كان اوكلاند في نسخه 2014 من مونديال الانديه لما احرز المركز الثالث. وبص بقى على السيكونس اللي مشي بيه. اول مباراه خرج المغرب التطواني اللي كان بيمثل المغرب في البطوله وكان هو حامل اللقب في الدوري، كسبهم بركلات الترجيح وتعادل 1-1. في المباراة الثانية خرج مين بقى؟ خرج وفاق سطيف بطل دوري ابطال افريقيا ساعتها، كسبه 1-0. بعد كده لعب في السيمي فاينل اعتقد قدام فريق مش فاكر فريق البرازيل، هم خسروا منه 2-1 بهدف في الاكسترا تايم. ولعبوا على الثالث والرابع وكسبوا الميدالية البرونزية بركلات الترجيح. فهم في الاجواء المغربية بتمشي معاهم، يعني هم بيعرفوا يلعبوا هنا، بيحبوا يلعبوا كمان في الاجواء المغربية وعندهم جزء معنوي. حاجه التانية هو قال لي كده على فكره. أوكي. قال لي احنا ابرز انجاز خدناه المدير الفني لنادي اوكلاند سيتي، قال لي احنا ابرز انجاز عملناه عملناه احنا في المغرب. فده بيدينا طموح اكبر طبعا، وخصوصا ما احنا بنتكلم الاجواء في نيوزيلندا يعني طقس طوال السنه مختلف، فهم بيروحوا يلعبوا في طقس شمال افريقيا بيبقوا مبسوطين ان الجو هناك جو، رغم طبعا بعض الاخبار اللي جايه لنا هناك في ثلج وفي مطر، بس هم بيحبوا الاجواء. فاحنا ان شاء الله باذن الله لازم واخدين بالنا من كذا حاجه. احنا طبعا اكيد احنا فيفرت في الماتش، اكيد النادي الاهلي اسمه اكبر بكتير عالميا من اسم اوكلاند، ولازم اكيد ما نقللش من نفسنا، بس لازم نحترمهم بزياده ولازم نعمل لهم حساب، خصوصا كمان بعد كده الحاجات اللي هنتكلم فيها في معسكر اسبانيا اللي هم عملوه. ولعبوا مع برشلونه بي، هم لعبوا مع برشلونه بي ولعبوا مع فريق من الدرجه السادسه. المركز الاعلامي عندهم عمل حركه لطيفه قوي، واضح جدا جدا ان هي طيب. طلب من المدير الفني. بعد اذنكم خلينا نروح لسياده السفير ياسر عثمان سفير مصر طبعا في المغرب. سياده السفير ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك كابتن، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، تحيات الكابتن هاني رمزي لحضرتك وضيوفنا لحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا سياده سفير. يعني سياده سفير، اولا طمنا على بعثه النادي الاهلي وعلى كل الاجواء هناك. لا الحمد لله، طبعا بعثه النادي الاهلي بخير والتسهيلات كلها متوفره ليها. الجهاز المغربي حرص انه يوفر كل التسهيلات لراحه الفريق، ومقر اقامه الفريق كان في مدينه تطوان يوم 28 قريب النهارده. نعم. كان مكان مناسب ولائق جدا جدا، والملعب التدريب على حسب طبعا ما سمعت من النادي الاهلي برضه ملعب مناسب جدا. والفريق انتقل النهارده من تطوان ل مدينه بقى العيله العسكريه اللي هي طنجه. نعم. 70 كيلو من تطوان لطنجه عشان يكون جنب الاستاد ان شاء الله عشان بكره المباراه. طيب سيد سفير، طمنا بقى بكره على الحضور الجماهيري اللي احنا عارفينه ان معظم التذاكر تم بيعها. صحيح، هو حضرتك التذاكر كلها سولد اوت، كلها تم بيعها من خلال المنصه الرقميه اللي بيتم طرح التذاكر عليها. نعم. وده طبعا دليل الاقبال الجماهيري الكبير جدا على الافتتاح وعلى الماتش. الجاليه المصريه ان شاء الله هتكون موجوده بقوه في الماتش. تم يعني التنسيق مع الجاليه بحيث انها تيجي من كل مدن المغرب تسافر على طنجه ان شاء الله عشان تحضر المباراه. كمان هيبقى في بعض الجماهير رح تيجي من القاهره مباشره. الحقيقه سياده السفير، طبعا يعني انا كنت لاعب سابق في المنتخب وفي النادي الاهلي، وعارف قد ايه حضراتكم بتكونوا اولا سعداء بوجود جاليه على مستوى الرياض، خاصة كره القدم وخاصه النادي الاهلي. فعايز اعرف حضرتك كمان قيمه النادي الاهلي الكبيره اللي شفناها من خلال الود وكرم الضيافه من الجانب المغربي، واسم النادي الاهلي اللي بينعكس بشكل ايجابي جدا على الاجواء هناك، شايف ازاي ده من منظور اولا حضرتك كسفير مصر في المغرب، وقد ايه الناس فخوره في المغرب بوجود النادي الاهلي في الاراضي المغربيه؟ هو حضرتك حق جدا في كل كلمه. هو حضرتك احنا النادي الاهلي والكره المصريه بشكل عام هي دبلوماسية رياضية، وواحد من أكبر دعائم العلاقات بين مصر وبين المغرب. النادي الأهلي ليه شعبية كبيرة جدا، ليه محبة كبيرة جدا جدا بين الجماهير المغربية. وفي عامل ثاني كمان، إنه الشعب المغربي لمس أسئلة الشعب المصري. صحيح. والإعلام المصري كانوا مساندين للمغرب خلال كأس العالم. فهم بصراحة يعني هناك محبة وإعزاز ورصيد
وان شاء الله ده هيبان في الماتش بكره ان شاء الله في الكسب. سيادة سفير الاعلام في المغرب، هل هو مساند لنادي الاهلي ولا هو مشغول فقط بالوداد؟ لا لا لا، مهتم بالنادي الاهلي ومساند للنادي الاهلي. اه، لانه طبعا الاهلي بيلعب في مجموعه غير الوداد، وبالتالي مزبوط. المجموعه دي بالذات يعني في مسانده للنادي الاهلي باعتباره الاهلي وقيمته. ثانيا هم كمان شايفين قد ايه احنا فريقنا المغرب في كاس العالم، وهم شايفين ان ده يعني من واجبات الضيافه بقى ان هم كمان يهتموا بالاهلي لما يجي. هل من المحتمل ان احنا بكره نشوف جاليه مصريه موجوده في المباراه؟ يعني اكيد وصل لحضرتك يعني. اه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله احنا بنعمل على كده ان شاء الله. وزي ما قلت جاليه جميله هتيجي من كل المدن في المغرب، لان طبعا طنجه في الشمال اكتر، وفي ناس اصلا سافرت اكتر من 500 كيلو عشان تستقبل النادي الاهلي لما يوصل 28 بالليل. حضرتك هتشاهد اسر اطفال سيدات موجودين لما وصل النادي الاهلي 28 بالليل، قاعدين بقالهم ساعات بيحملوا لافتات، كل ده عشان يعبروا عن شكرهم للنادي الاهلي ويعبروا عن تشجيعهم للنادي الاهلي. الحقيقه يا سيادة السفير احنا دايما بنشكر السفاره المصريه على دورها الكبير ودورها الرائد الحقيقه في مقابله كل البعثات الرياضيه وكل المصريين الحقيقه في كل دول العالم، وبالتالي احنا بنشكر حضرتك جدا 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 على هذا الاهتمام الكبير وعلى الاستقبال الرائع من قبل السفاره المغربيه او السفاره المصريه في المغرب لبعثه النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا سياده السفير، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره. شكرا جزيلا سياده السفير ياسر عثمان. شكرا جزيلا يا فندم. سفير مصر في المغرب. يعني مهم جدا دور السفاره المغربيه الحقيقه اللي دايما بتكون واقفه مع كل البعثات الرياضيه يا احمد. طبعا دور السفاره مهم جدا وبيسهل على الفرق بالذات النادي الاهلي، لانه بيسافر كتير طبعا في كل الاماكن، كل دوله في العالم بيبقى ليها سفير بيوفروا كل الامكانيات الموجوده للنادي الاهلي وبيسهله كتير بصراحه. خلي بالك كمان اسم النادي الاهلي بيلعب دور كبير جدا، يعني دور اللي بيلعبه اسم النادي الاهلي قوه ناعمه بالظبط، وانت بتتكلم على التنسيق الكامل حتى من جانب يعني الجزء الاداري بالنسبه للنادي الاهلي قبل البعثه ما توصل، كمان ان شاء الله باذن الله الترتيبات ان شاء الله للوصول لابعد نقطه، كل دوت يعني الحقيقه النادي الاهلي بيكون زي ما سياده السفير قال هو رمز كبير جدا وسفير للكره المصريه والافريقيه، وخاصه كمان الشعب المغربي شعب قريب مننا، والعلاقات ما بيننا وما بين الشعب المغربي حتى في كره القدم يعني متواصله بشكل جيد. نخش في اوكلاند سيتي ونشوف ما حضراتكم حضر لنا ايه. اوكلاند سيتي على الجانب خلينا نتكلم على الجانب التخطيطي، مدرب صغير في السن، كنت لسه بتقول لي احمد مدرب صغير في السن، ايه الاسلوب التكتيكي او ايه الفكر الخططي لهذا المدرب من خلال ادارته للمباريات السابقه؟ هو بيلعب بال 4 3 3 اللي هي لو استعرضنا التشكيل مع بعض على الشاشه دايما، هو ده طبعا فريق اوكلاند، ده الفريق طبعا ده الفريق بالكامل واستعدادهم بعد حصولهم على البطوله واستعدادهم للمونديال. يمكن هو المدرب ريرا الاسباني بيلعب دايما بال 4 3 3، هو طبعا مع الفارق هناك الكوره او المنافسين سهلين، يعني المنافسين مش بنفس القوه طبعا بتاعه النادي الاهلي، فكورتهم بيلعبوا كره منظمه ممتازين جدا في الضغط، كابتن هاني وكابتن اسلام في الضغط بتاعهم ممتاز جدا، ضغط الجماعي بالنسبه للفريق الضغط الجماعي تحضير الهجمه ممتازين فيه، لكن عندهم مشاكل دفاعيه هنتكلم فيها. الاول مستعرض التشكيل بيلعبوا بال 4 3 3 في حراسه المرمى كنور قدامنا، لو نستعرض التشكيل اهو رقم واحد الباك اللي رايت فالي، الاثنين المساكين ادم ميتشل وسام ايواتا، ده ياباني الباك ليفت رقم 22، جيرارد جاريكا ده نحط عليه دايره رقم 8 اللي هو اللعيب الاسباني هو اللي دايما بينزل يستلم ما بين الاثنين المساكين في البيلد اب بتاعهم، وده مهم جدا ان احنا لازم هنعمل رقم 8 لازم نعمل عليه بكره ضغط عالي عشان تمنعهم من بناء الهجمه. الاثنين اللي جنبه المساندين هويسون اللي هو الكابتن القائد، ولي ده اللي هو نيوزيلندي كوري، يبقى في واحد كوري وواحد ياباني وواحد اسباني في الفرقه. الثلاثه اللي قدام دول بيمثلوا قوه ضربه طبعا، مانيكام رقم 10 اللي هو ابو شعر طويل ده لعيب حريف جدا، جيليون رقم 19، وريان ديفرايز المهاجم رقم 11. لو نجيب بقى صوره الثلاثه اللي قدام دول معانا برضو عشان نعرف الساده المشاهدين بيهم وشكلهم عامل ازاي وارقامهم ايه. اول واحد جيليون اللي هو الجناح اليمين ده مواليد 2002 من نيوزيلندا، رقم اللاعب 19، ده اللي هيبقى ناحيه علي معلول اللي هو جيليون الجناح اليمين بتاعهم. طب انا سؤال، هو هل هو اشول يعني لاعب من الاجنحه اللي بيخش على جوه؟ بيخش على جوه دايما. أوكي. فهو من اللعيبه عندهم الجناحين كويسين جدا والمهاجم، فعندهم
التحولات بتاعتهم والقوه البدنيه كويسين والضغط بتاعهم والبدني بتاعهم كويس، لكن المشاكل الدفاعيه اللي هنتكلم عليها دي اللي نقدر نستغلها. لعيب كمان صغير في السن يعني مواليد 2002. كمل اللعيب الثاني ده اهم لعيب بقى اللي قدامنا على الشاشه ده، ديلان مانيكام اللي هو رقم 10 الجناح الايسر مواليد 1992 من نيوزيلندا، ده اللي هيلعب ناحيه مفروض محمد هاني او خالد عبد اي باك رايت عندنا يعني ناحيه الباك اليمين بتاعنا اللي هو ديلان مانيكام، ده اهم لعيب في الفرقه عندهم وسريع وده مصدر خطوره الفرقه في التحولات. عندهم جريجا الاسباني رقم 8 ومانيكام، الاثنين دول مهم جدا. ان طيب انت خطورته، هل خطورته يعني دايما الجناح تبقى خطورته، هل بتبقى من مهاره فرديه قادر على المراوغه والدخول لجوه هو، ولا المتابعه بيبقى سترايكر تاني مع راس الحربه يعني خطورته الفردي؟ هات التحولات، لو يجيبوا لنا بس الحالات في التحولات هنبص على خطوره مانيكام، ده اخطر واحد فيهم في التحولات معانا ليه في الحالات البيرو، هنلاقي ان مانيكام ده واحد من اهم اللعيبه في التحولات هو وجريكا. يبقى عنده سرعات، عنده ومهاري حريف، هو يعتبر انا بشوفه احسن واحد في الفرقه، هو وجريكا الاثنين احسن اثنين بصراحه. مانيكام لعيب مهاري، واللعيب الثاني جيليون برده لعيب صغير في السن بيتحرك في ظهر معلول. ادي مانيكام اهو، ده اللي معاه الكوره، هو دايما عندهم زياده عدديه دايما في التحولات، السرعه هم بكره انا اتوقع ان هم هيلعبوا دفاع منطقه، هيقفلوا وهيضيقوا المساحات وهيلعبوا على الهجمات المرتده لانهم يعني هيلعب تقريبا نص ملعب او تلتين ملعب ويستغل السرعات والتحولات. هنا اللي معاه الكوره ده جريكا اللي هو بيبني الهجمه، ودي التحولات. بص هنا برده مين رقم 10 اللي هو مانيكام بيجري على طول في الهجمه المرتده بتاعتهم. اي على فكره كان مطرود منهم واحد في الماتش ده، اوكي، فكان مانيكام برده هو اللي بيكمل، هو رقم 10 دايما بيخش لجوه تحس ان هو صانع على حاجه. هنا سايبين يعني الصوره اللي فاتت يا شباب لو سمحتوا معلش مره ثانيه، الصوره اللي فاتت الفرقه الثانيه سايبه مساحه يعني بص كانوا عايزين يتعادلوا عشان الدقيقه 87. ما هو ده قصدي بالظبط، وكانوا عايزين يتعادلوا عشان الدقيقه 87. صحيح برده ممكن ماشي، فكانوا فاتحين اكتر. هنا مانيكام برده بيتحرك في ظهر المدافعين بشكل كويس. كمل اوكي اللي بعدها، يعني بيحب يستلم في المساحه بيستلم هنا جيليوم بيلعب للمهاجم، المهاجم دي فرايس برده هنا واضح ان المساحات طبعا ان شاء الله الحاجات دي مش هتبقى موجوده عند النادي الاهلي. والتمركز الدفاعي للفريق الثاني طبعا بيساعدهم على اللي هم يوصلوا بشكل سهل. اهم حاجه عندهم الضغط، هات بقى عمليه الضغط البدني، الضغط العالي بتاعهم ممتازين في الضغط، دي احسن ميزه بشوفها في فريق اوكلاند سيتي، القوه البدنيه والضغط بتاعهم. طب يضغطوا ضغط عالي من 2006 كده 2006 كانوا بيضغطوا ضغط نفس امامي، نفس ضغط امامي برضه. ارجع للصوره اللي قبلها، ارجع هنا الصوره اللي قبلها هتلاقي الباك ليفت ومع بوجوار اللي هو مانيكام اللي هو الجناح، فبص الضغط المنظم بتاعهم بيغلطوك، فانت هنا ممكن بكره لازم الثلاثه اللي في وسط الملعب يخلوا بالهم، ومع الاثنين المساكين لازم نخلي بالنا من عمليه الضغط دي. لا الضغطه دي كمان يا كابتن، بص يا دكتور، بص يا كريم، يعني هنا الضغط ده رائع. ضغط عالي جدا، وانت بتضغط تقريبا في ال 6 يارد يعني. فهي النقطه برضو عايز اخد راي كريم فيها، خلي بالك الضغط العالي ليه ايجابياته وسلبياته، وعشان نكسر هذا الضغط لازم يكون زي ما احمد قال في ثلاثي وسط الملعب بتاعنا، يكون ازاي نكسر الضغطه ديت، ولو كسرتها خلاص يبقى انت عندك مساحات كبيره جدا. بس لازم نوضح حاجه كابتن هاني، ان المباراه دي كانت مباراه في المباراه تتويج، بيلعبوا ويلينغتون كان هو الوصيف، هما بيلعبوا الدوري من 10 فرق الاول والثاني، بعد ما بيخلصوا بيلعبوا بعض مباراه على التتويج باللقب. ويلينغتون اصلا واوكلاند هما يعني اعتقد ويلينغتون خد من اوكلاند في الدوري تعادل واوكلاند كسبوا في مباراه، فاللي عايز اقوله ان هما في المباراه دي هما بداوا المباراه عايزين يخلصوا عليها من الشوط الاول، وفرقتين عارفين بعض. ويلينغتون مغلوبين الشوط الاول 2-0، واوكلاند فضلوا بالضغط العالي ده طوال الشوط الاول. حكم المباراه بصراحه كان حارم ويلينغتون من ركله جزاء، والمباراه كانت ليها سيناريوهات كتيره عشان نقدر بس نربطها بالجزء اللي احنا عايزينه منها. اوكلاند فريق ما يقدرش يلعب قدام النادي الاهلي بضغط عالي طول الوقت، مستحيل. هو طبيعي ان هم هينزلوا قدامنا بزون ديفنس، هم عندهم مانيكام وعندهم تادي المهاجم الارجنتيني، دول اكيد هيبداوا. مانيكام اصلا من اصول زيمبابوي ولعيب دريبلر، لعيب سريع ما عندوش مهارة عالي، رقم 10 وعشان كده رغم ان هم اضطرب انهم لعب في المباراه دي كانوا كسبانين 2-0، ويلينغتون رجعوا بهدف، اضطرد من اوكلاند لعب، فضل مانيكام وجولي بيلعبوا قدام ما بيرجعوش، هم عارفين ان ويلينغتون دفاعهم
حتى مع التقدم دفاع ضعيف، فقدروا ان هم يجيبوا الهدف الثالث وبقى 3-1 والفريق بيلعب ناقص عدد. فده بسبب ظروف المسابقه مرة المحليه اللي هم عارفين فيها بعض. اوكلاند ريير فوجي في نظري طبعا عايزين برضه نقول نقطه مهمه، ان مدافع نورنتون مش هيلعب، عشان كده هم اصلا عملوا 6 تعاقدات في يناير ومش متأيد اصلا في البطوله، يعني قائمه اوكلاند تأيد لا مش موجود. مين يتأيد مكانه؟ اغلى لاعب في الفريق نيكو بوكسل، مدافع كان في اوكلاند وخرج ورجع لهم تاني، وده اغلى لاعب في الفريق. و سنتر باك ولا سنتر باك؟ مساك هو اللي هيلعب جنب المساك التاني. اقول له حضرتك هيبقى ادم ميتشل ونيكو بوكسل. نيكو بوكسل هو اغلى لاعب في الفريق حاليا، قيمته التسويقيه 350 الف يورو، ده اغلى لاعب في الفريق، وبيجي بعديه نجم الفريق مالكم زي ما قال ثابت. وبالتالي احنا بشوف ان الفريق هيلعب 4-3-3 دبل 8، يعني بيلعب 1-6-2-8، لكن الفريق في وجهه نظري ما يقدرش من بدايه المباراه يلعب ضغط عالي زي ما احنا شايفين. ده انا اشك ان هو ممكن يعمل ده، هيلعب زون ديفنس، هيسيب النادي الاهلي يحضر في نص ملعبنا زي ما احنا عايزين، وهوب اول ما نعدي بالكره بنص الملعب يبدا يحصل الضغط علينا. هل بقى النهارده انا بشوف ان ال 10 دقائق الاولانيه هو مش هيعمل كده، يضغط طول الملعب، هيضغط 10 دقائق او 5 دقائق 10 دقائق. قد يكون عمل كده، عمل كده في 2006 5 دقائق 10 دقائق عمل كده، وبعدين الموتان ممكن بدايه بس بدايه 10 دقائق كده بس. هم قالوا نقطه مهمه جدا بقى يا كابتن زاهر، عايزين نتكلم من معسكر اسبانيا الاخير اللي كنت بقول لحضرتك قبل ما تروح لمكالمه السيد السفير. هم لعبوا ماتشين، لعبوا مع فريق اسمه تيديس، ده بيلعب في الدرجه السادسه الاسبانيه في كاتالونيا، ولعبوا مع برشلونه بي. المركز الاعلامي الاوكلاند سجل المباراه الاولى وعمل لها ملخص، الثانيه لا ونشره والله بجد. المباراه الثانيه ما نزلش صوره من الماتش، وفي مركز اعلامي هناك مسافر مع مع الفريق في معسكره. ماتش برشلونه بي اوكلاند برشلونه بي اتعادلوا 1-1، والنتيجه كويسه جدا ان هم يتعادلوا مع برشلونه بي. الماتش ما طلعش منه فريم واحد، ليه بقى؟ ده يدينا الايحاء اللعب بشكل، ان الماتش الاولاني كان كله كاموفلاج، احنا جايبينه معانا، الفيديو معانا. والله الفيديو معانا، نزلوا فيديو مدته دقيقه و29 ثانيه ملخص مباراتهم. طب ما تجيبه لنا، يا ريت ناخد منه حلقه، خدوا لنا يا شباب ونشوف الفريق بيلعب ازاي. طبعا اهو هنا دي واحده من الهجمات اللي لعبوها، عجبتني فيها تنقل الهجمه، وبص هنا الباك الشمال بتاعهم بيفتح على طول، فتح على طول واتلعبت له الكره على طول بشكل تلقائي، يعني هو مش بص، لا هو عارف هيروح في دي، هو عارف ان هو رايح، وراح هوب رامي الكوره، وبعد كده كله جري على منطقه الجزاء ودخل عشان يعملوا زي العاديه. فهنا احنا بنتكلم على فريق بيلعب على الاطراف بشكل كويس، وواضح ان هو هيلعب برضو الجيم بتاع الكرات العاليه. هنا طبعا دي ضربه الجزاء اللي خدها الفريق الاسباني، وبقى طبعا في الدرجه السادسه، ودي في الدقيقه 89. بس انا احساسي المباراه دي كان فيها تغيير، وكان في تعمد ان هم عارفين ان الاعلام الاهلاوي هيخش ياخد المباراه دي. فانا في وجهه نظري كل اللي بيلعبوا دول بيلعبوا في غير مركزهم. لكن الفريق فعلا عنده قدره على الضغط العالي، بيضغط ضغط عالي بشكل كويس. كمان واضح جدا 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 ان سنهم في الخط الامامي وفي خط النص اعمارهم السنيه قليله، فبالتالي عندهم لياقه بدنيه كويسه. لكن ما نقدرش نقارن من حته الـ يعني ايه نسق اللعب، لان نسق اللعب في اوكيانوسيا شيء، ونسق اللعب مع فرق من افريقيا او فرق من اسيا او فرق من اوروبا ده نسق تاني خالص. لكن المهم لينا احنا هنا ان الفريق فعلا هيبقى في وجهه نظري واقف كويس بدنيا، هم كويسين، واحنا طبعا عارفين الدول دي يعني على مستوى الرياضيين بدنيا لحد ما احسن مننا في بعض الحالات، ان هم بصراحه لا بدنيا طبعا بيجروا بشكل كويس، لكن مهاريا الفريق هو فعلا لا يمتلك مهارات فرديه كتيره. ربما مالكم هو ابرز لاعب زي ما قلت، هو من اصول زيمبابويه، وهو لاعب دريبلر وممتاز جدا جدا، وكمان تحركاته واضح ان هو عنده وعي كويس. طيب خلينا ناخد الحكام لمباراه بكره يا كابتن طاقم التحكيم لمباراه بكره ان شاء الله، لو جاهزين يا شباب تحطوه لنا برضو على الشاشه. الحكم الصيني نينج ما، حكم ساحه الصيني في زاهو مساعد اول، الصيني تشينج زهانج مساعد ثاني، الروماني ستيفن كوفاكس حكم رابع، الاسباني خوان مارتينيز حكم تقنيه الفار، الصيني مينغ فو حكم مساعد فار، الاوروغواياني نيكولاس تاران تقنيه خط التسلل اللي هي الفار،
المكسيكي فرناندو جوريرو ده احتياطي للفار يعني ده طاقم التحكيم ده هيجرنا للي يمكن في كاس عالم انديه في كل سنه الفيفا بيحاول يجرب حاجه جديده وبالتالي السنه دي كمان قال لك انا يعني الكرات بتاعه الفار حكم الفار هيعلن للجماهير على الهواء مباشره سبب الحاله دي سبب الاستدعاء لو هتبقى معلنه ده جزء الجزء الثاني قال لك احنا جزء لا الجزء كمان بتاعه الوقت المحتسب بدل الضائع مش هيكون زي كاس العالم يبقى الحكم كان بيدي 7 و10 10 دقائق ولكن هيكون على حسب التقدير الحكم نفسه لهذه التوقيت. شايف الجزئيه الاولانيه بتاعه الفار دي لا نقطه مهمه شفافيه مهمه جدا ان الاثنين طبعا بيبقى بس مش عارف هيبقى اللغه ايه يعني انت بتتكلم الناس كلها ما انجليزي يعني هتبقى اللغه اعتقد ان ممكن يبقى انجليزي فهي تجربه وممكن بكره هنشوف بس هي تجربه مفيده جدا يعني هتبقى اولا انت بتسمع الحكم والحكم المساعد الحكم الفار بيقول له ايه لو في ضربه جزاء خاصه ان انا اتوقع يعني لو في الفار ده ان ممكن بكره ان شاء الله النادي الاهلي يحصل على ركله جزاء لان الفرقه دي عندها مشاكل دفاعيه كتير مدافعين بدنيا بيعملوا ضربات جزاء فاحنا ان شاء الله مدافعين بدنيا يعني انا كل الماتشات اللي اتفرجت عليهم لازم تشوف ضربه جزاء يعني احمد عبد القادر لو نقدر نستغله في حته الواحد على واحد خاصه لعيب مهاري وحريف يخش ال 18 بالكوره كهربا محمد شريف الناس اللي هي بتعرف تاخد ضربه جزاء اعتقد كده يعني حتى لو شفنا نقاط الضعف عندهم نقاط ضعف واضحه جدا في كذا حاجه اول حاجه عندهم مشاكل في التمركز في الكرات العرضيه يعني نقدر ان احنا المتحركه ولا الثابته لا المتحركه متحركه سيئين جدا فيها تمركز ممكن تلاقي مثلا 7 مدافعين وسايبين الاثنين المهاجمين دي اول نقطه لو نجيب الحالات حتى بالصور بص حضرتك هنا العدد بتاع المدافعين بص ادي 1 2 3 4 5 6 7 عندهم بس هم واقفين كويس على فكره هنا بس واقفين كويس بس صح. بص حضرتك الاثنين المهاجمين يعني هنا الكره لو اتلعبت قدامهم الجون هيلحق الكره دخل الجون اتلفت من قدامهم المهاجم اللي لابس ابيض قدام قدر ان هو يجيب 4 ولا 5 هم كده 6 8 بس ده موقف صعب على فكره يعني الموقف صعب لان هو على مستوى هو فارش كويس قوي ولكن قد تكون التقدير للكره نفسها ما عندهمش تقدير واضح بس العدد كبير هنا برده نفس الشكل الجون اللي دخل فيهم الثاني برده نفس الشكل 4 على 2 او 5 كمان على 2 بس دي بينالتي دي لا دي مش بينالتي دي الكره خبطت في العارضه او الجون ده اتلغى كان التسلل حسب التسلل برضه من ضربه ركنيه دي واحده من اهم المشاكل الموجوده لازم نركز غلط في نقطه ضعف ثانيه واضحه جدا في الفرقه الثغره الفجوه الكبيره في وسط الملعب عندهم جريجه لعيب ممتاز جدا رقم 8 بس دفاعيا في الارتداد سيء جدا فانت لازم تستغل المساحات بقى اللي هي الانطلاقات اللي شفناها في مباراه الزمالك حمدي فتحي لما كان بيزيد مروان عطيه لما بيزيد عمرو السوليه لما بيزيد مهم جدا بكره الانطلاقات دي لازم اشوف السوليه بيشوط لازم اشوف حمدي فتحي بيشوط تحديدا ليه بص هنا حضرتك الارتداد بتاعهم واللاعب واخد الكوره ورايح عندهم مشكله في الحته دي بص المساحه قد ايه اصلا كمل ولسه في الدياره 14 من هم اللي لابسين ازرق الفريق الثاني لابس ابيض فبص هنا برضو ارتدت وعمل وان طول مهاجم مع صانع الالعاب وراح انفراد الكره دي خبطت في القايم كمل برضو اللعبه فانت تقدر تستغل بكره الزون 14 منطقه الزون 14 اللي انت من خلال الانطلاقات اللي احنا بنقول دايما حمدي فتحي بيكمل في المساحه ما بين المساك والباك وبيكمل كمهاجم تاني مثلا جنب كهربا عمرو السوليه عملها في ماتش بيراميدز هنا برضو بص هنا حضرتك الزون 14 فاضيه ازاي التسديدات من خارج منطقه الجزاء واحده من الحلول المهمه في حته برضو المشاكل في العمق عشان كده مهم جدا بكره التسديد من بره في الفجوه الموجوده في وسط الملعب عندهم اهي برضو هنا شوطه نفس لعبه تانية برضو دي خبطت في القايم كمان بص كام واحد واقفين ورا 9 في منطقه الجزاء 9 لاعبين من الازرق واقفين في منطقه الجزاء هي منطقه الريبون اللي هي الكره المرتده بشكل الكره الثانيه بشكل واضح في مساحات فاضيه وانت قلت نقطه مهمه جدا انت عندك التحول من الحاله الدفاعيه لفرقتنا ان شاء الله للحاله الهجوميه متوقفه على المساحات في وسط الملعب وانا شفت لقطه ان كمان الباك اليمين والباك الشمال بيضم قوي لو الكره في النص وبالتالي لازم يكون عندك كمان
حلول على الاجناب، يعني انطلاق بقى ايا كان خالد او هاني الناحيه الثانيه علي معلول، وبالتالي عندك حلول كثيره. حضرتك قصدك ان الباك اليمين والباك الشمال داخلين جوه، فانا اطير معلول وهاني بالظبط. صح كده؟ بالظبط، بحيث ان انا هنا برضو بص حضرتك هنا لا اعمل الصوره اللي هي بص عين المدافعين كلها على الكوره وسايبين الاثنين اللي ورا مدافعين مين اوكلاند اللي هم لابسين ازرق، هنا الكوره مع اللابس ابيض في وسط الملعب. الاثنين مش اوف سايد، الاثنين مش اوف سايد، ما هم كلهم باصين وسايبين المساحه في ظهرهم اهو، هتتلعب من فوقهم للاثنين دول. دي الكوره اللي اتحسبت ركله جزاء عليهم وكارت احمر. فانت من خلال الالعاب دي والمشاكل الدفاعيه الموجوده، اختراقات الشحات ناحيه اليمين او طاهر محمد طاهر، اختراقات عبد القادر في الشمال، تقدر ان انت بكره تجيب ضربه جزاء، لان المدافعين واضح ان هم عندهم تهور او حاجه دايما اندفاع. يعني الله يرحمه كابتن جواري كان بيكلمنا بيقول لك في بعض الحالات وبعض الفرق على مستوى الثقافه نفسه، انك لو لعبت طول ما انت بتلعب وهو شايفك بشكل او اخر دي عندك مشكله معاه. وزي انت ما بتتكلم لو الفرقه دي بتبص على الكره بس، التحركات في ظهر اللعيبه ده مهم، سواء ظهر السرد باك، ظهر الباك يمين باك شمال، حتى وسط الملعب، انك يبقى عندك الوقفه ما بين خط الدفاع وخط النص. عندنا بيعملها قفشه كويس قوي، وكمان عمرو السوليه بيعملها كويس، وحمدي فتحي اتطور فيها جدا ان هو كمان بينطلق بيشتغل تمانية حلو قوي، بيوصل لمنطقه الجزاء وبيحرز اهداف. ده يجرنا مثلا، هل تبدا بكره بحمدي فتحي والسوليه وديانج عشان تدي قوه بدنيه، ولا مع الاختراقات الموجوده دي والزون 14 الضعيفه دي احط قفشه عشان مميز بالتسديد؟ طيب رايك انت كريم في الامر ده؟ يعني هنا النقطه مهمه طبعا، ان احنا بنلعب يعني فريق وعيه التكتيكي قليل، ودي حاجه يعني واضحه جدا. لا وكان الانسان بتزيد المنافسه، يعني خلي بالك المنافسه القويه حتى لو انت معاك لعيب متوسط في المستوى يبدا يعلى بالمنافسه، هو بيلعب ناس كويسه يبدا يحتك بيهم ويبدا ياخد من قدراته، لكن الفريق طبعا ما عندوش طوال السنه الحته دي، النقطه دي معدومه عنده. انا في وجهه نظري كولر واستخدامه ليه الاربعه 3-3 برضه بالدبل 8 شفناها قدام نادي الزمالك بشكل مميز، شفناها في المباراه الاخيره النادي الاهلي. انا في وجهه نظري هو محتاج يحافظ عليها، لان هو قدم لنا شكل مختلف للتكتيك الهجومي للنادي الاهلي بدون بلاي ميكر. بالظبط كده، هو بدا يتخلى. خلي بالك هو ده اللي انا كنت عايز اقوله، انه انت في الاخر ايه اللي مطلوب منك؟ يعني انا مطلوب مني ايه في الاخر؟ ان انا هاجم او ان انا اجيب جول. انا في الاربع خمس ماتشات الاخيره بنفس طريقه بدون بلاي ميكر، مفيش بلاي ميكر. نعم مفيش بلاي ميكر بالظبط، خلقت فرص للتهديف كتير وجبت جوان كتير وخلقت فرص للتهديف كتير في مباريات اعتقد ان هي قد تكون يعني من الناحيه التكتيكيه أصعب. افضل من اصعب بكتير، اصعب من اصعب بكتير، لانه هنا الناحيه التكتيكيه هتلاقيها اقل شويه، هنا الناحيه البدنيه اقوى والناحيه كده بقول هي ماتش صعب. واضيف على كلام حضرتك كمان ان انا كمان عندي المساحه ان انا لما الاقي الدنيا بدات تبان اشيل واحد من نص الملعب وانزل بلاي ميكر واغامر اكتر لو انا، فبالتالي ان هو يلعب انا في وجهه نظري محتاج يلعب ابتدى. وبس انا عايز اعقب على حاجه بخصوص الاثنين فول باكس، عشان الكابتن هاني لفت نظرنا عليهم، هم فعلا ضعاف. بنتكلم على تاكويا وبنتكلم على فالي. فالي هو الباك اليمين، فالي الباك اليمين ده فعلا بطيء، واحنا ممكن نعمل معاهم بقى الحركه اللي هم عايزين يعملوها معانا. يعني مثلا لو اوكلاند طالع في هجمه والاثنين الفول باكس فكروا بس لمده لحظه، فكروا ان هم يعدوا نص الملعب، انا في وجهه نظري هم هنا وقعوا في المصيده. ليه؟ لو النادي الاهلي سابهم يعني جرهم لنص الملعب، وانس انك قطعت الكوره قدام منطقه الجزاء زي ما السابق كان بيشرح ونقلت الهجمه بسرعه، هم ما عندهمش القدره البدنيه ان هم يرجعوا بنفس السبرنت اللي هم طالعين بيه. يعني تاكويا فعلا لعيب سريع، لكن فكره ارتداده صعبه جدا. وعشان كده مثلا في المباراه دي بتاعت ويلينجتون، المباراه فعلا كانت ممكن تخلص 6-7 8-5 ليه؟ كم هجمات من الفرقتين والله فعلا بيلعبوا بلاي ستيشن، مفيش خط وسط، مفيش رقابه، مفيش وعي تكتيكي خالص. حتى برضو مباراه نهائي دوري ابطال اوكيانوسيا بيلعبوا فريق بتاع فينوس بتاع تاهيتي، هم طبعا احسن بكتير، الفريق كسبان 3-0 والمباراه سهله قوي قوي بصراحه، بس مفيش وعي تكتيكي في الملعب، الفريق عشوائي، فريق عشوائي بشكل كبير جدا. ساعات بتقلقني كلمه عشوائي، لان ساعات بتسبب طبعا مشاكل، انك بتلعب حد انت مش عارف مش عارف تلعبه. لو لاعب فريق منظم ملوش ملكه، مش تقدرش تتوقع منه حاجه يعني. فانا بشوف لا، احنا محتاجين ان احنا نبدا بالاسلوب بتاعنا احنا ماشيين بيه بدون اي تغيير. بس نقطه برضو ثابت قالها مهمه قوي قوي قوي، عايزين نجرهم على الخط لمواقف واحد على واحد، مواقف واحد على واحد هم ما عنده. يعني احنا بنتكلم على الفريق بشكل عام تكتيكيا ما عندوش وعي، ما بالك بقى لما تتحط في موقف واحد مع واحد قدام لاعب مهاري او لاعب دريبلر بيزق الكوره وبيحط جسمه وانت بتجري وراه، وده فعلا بيخلي الفريق يعني يتقبل ضربات جزاء كتيره في المباريات.
طيب على الجانب الاخر برضو يا احمد، ما حدش فينا اتكلم على الجول كيبر حتى الان. الجول كيبر انا شايفه، انا شايف لما تابعت كذا ماتش ان هو مش قوي يعني، مش عالي قوي كذا. واضح ان هو حتى لو جبنا اللعبه اللي هي التسديده، هات التسديدات اللي احنا كنا جايبينها من شويه، في اهداف كتير واضح ان هو حتى الكره العرضيه اللي دخلت طلع غلط. هو السبب في الجون اصلا. يعني عدت منه وخبطت في المدافع الكره دي. عدت منه وخبطت في المدافع ودخلت في نفسه يعني. اوكي. فاهم؟ فالمدافع لا، انا شايف ان سلاح التسديد مهم جدا بكره. والكرات العرضيه طبعا برضه العرضية. يعني الكرات الثابته خلي بالك يعني لازم نستغلها افضل مما يعني. عندنا ضربات ركنيه كتير جدا وضربات ثابته في الدوري يمكن عندنا وصل ل 12، سجلنا 3 او 4، فعندنا لازم نشتغل على دي افضل. وانت زي ما بتقول كمان لما يكون عندك حارس يعني شايف انه ممكن جدا يكون مش مميز، التسديد مهم جدا والفولو اب على على الحارس كمان مهم قوي يعني. في كمان الفيديو، لو نجيب الفيديو بس اللي كنا جايبينه، جريجه احنا ما اتكلمناش على جريجه اللي هو 8 اللي هو اللعيب رقم 6 اللي قدام الاربعه، لازم بكره يتضغط عليه. رقم 6 في الملعب يعني، رقم 6 في الملعب اللي هو اللي هو رقم تيشيرته 8 رقم تيشيرته 8، لكن هو 6 في الملعب هو زي اليو ديانج يعني، اللي قدام الاربع مدافعين ده اهم لعيب عندهم. كمل كده. لا لا ده هنا هتبدا برقم 7 اللي هو ده 7 ده لعيب كويس قوي اللي هو كابتن الفرقه برضو، لعيب مش وحش يعني، لعيب كويس. كمل الفيديو بس هتلاقي فيه كذا بناء للهجمه من تحت، هو جريجه اللي بينزل دايما يستلم اللي هو اللعيب الارتكاز. فانت مهم هتلاقيها في البيلد اب وهم بيبنوا من تحت. اكيد هتشوفها يعني. هنا كمل هنا برضو، هو جريجه رقم 7 بتروح هنا. بص دي ضربه جزاء هنا. ضربه جزاء هنا اللي بقول لحضرتك عليه، ان احنا ممكن بكره نستغل الموضوع ده. اي ماتش عليهم سهل ان انت تخليهم يعملوا ضربه جزاء. دي نقطه. هو ملخص المباراه دي اصلا تريسي اللي هو حارس المرمى. بص يا كريم، اهو جريكا ده وقف بقى، ارجع وقف. جريكا هو اللي دايما بينزل يربط الخطوط، هو اللي معاه الكوره ده رقم 8 الاسباني، هو اللي دايما بينزل يعمل الربط. فانت لو فصلته هتعمل لهم مشاكل كتير، اللي هو اللي معاه الكوره ده. هو اللي بينقل اللي يعني بينقل من خط الدفاع، هو اللي بيحاول يوصل الكره للخط. احنا لو لعبنا بطريقه كولر اللي هي 4-3-3، فانت هتضطر ان اللي مثلا القريب من هنا هيبقى السوليه مثلا هيروح له، لو راح هناك هيبقى حمدي فتحي هيروح له، هيبقى مهام التكليف كده. عكس لو لعبت ب 4-2-3-1 قفشه هو اللي هياخده. يعني انا شايف لو هو بيلعب بنص راس مثلث في الغالب بيبقى اسهل جدا ان يكون في 10، لان انت المسافه اللي هيطلع. طب مين اللي هيروح له لو بيلعب في النص؟ مين اللي هيروح له؟ عمرو ولا حمدي؟ فدي برضو ممكن يكون ممكن في المكان يعني في المكان، لو هو مثلا ناحيه الشمال بياخده حمدي، لان حمدي بيستلم النص. ما هو ساعات يعني ساعات هو بيبقى ما بين اتنين صدر كده، يبقى ديانج. خلي بالك بتحصل لخبطه. يبقى ديانج. ما هو ديانج هيطلع. ما انت هتخرج ديانج. ما انت هتخرج ديانج من البوزيشن. لا ومعاه حد. ما انا بتكلم لو في 6 اللي بيستلم يعني، في ساعات سيرناكين بيفتحوا صح، وفي 6 بيستلم كراس يعني. كان في صوره انت وريتها لي يعني ما بينهم مثلث. طب لو ما بينهم لو 10 موجود هيبقى اقرب جدا ان هو اللي يكون ضاغط عليه، لكن لو 6 او 2 8 هتبقى العمليه مش يعني عنده وقت يلم 4-2-3-1 يعني. لو 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 في ديفو في الجزئيه ديت، رقم 10 بيكون مهم للضغط على رقم ما بين قوسين 6 كده للي بيبني الهجمه يعني. فدي بيكون اقرب، لو 10 هو الاقرب جدا، لان راس الحربه بيضغط على سرد باكين، والوقت الكره تتلعب لرقم 6 اللي هو الراس المثلث بيكون 10 هو الاقرب له. هو الاقرب. هو كولر عملها في ماتش الزمالك، كان الاول كان كهربا وبيجري وراه قفشه، كان دايما في الضغط لما في الترحيل اثناء الضغط. صحيح. كان كهربا وقفشه. كان بالظبط الاسهل يعني. بس ممكن لو بدا بالسوليه. طب هو لو بدا بالسوليه وحمدي وديانج كثلاثه ارتكاز، اعتقد ان واحد فيهم هو اللي هيروح. اكيد اكيد اكيد. هو الاقرب هيروح له، لكن انا وارد جدا خلي بالك كمان ان ممكن راس الحربه هو اللي يعمل ضغط عليه يعني. ممكن جدا ما يكونش الضغط على الضغط عليه لغايه فين. ما لغايه لو عدى نص الملعب واحد من الاثنين هيقابله، يا حمدي فتحي يا اما السوليه. انا مش عايز واحد من الاثنين، اصل واحد من الاثنين دي يبقى انت هتستنى يعني. انا حمدي تعبان هخليها عمرو، عمرو تعبان هخليها حمدي، فاهم قصدي؟ ممكن ممكن المهاجم يمنع زوايا التمرير على الاثنين المدافعين على الولد ده يعني. هو اللي يوجه، هو اللي يوجه، هو اللي يوجه. يخليه يلعب باك بقى على الباك يمين، على يخليه يلعب على الباك اليمين او على الباك. في الوقت ده واحد من الاثنين، يا حمدي يا عمرو، هو اللي يكون قريب يعني. في الوقت اللي راس الحربه بيعمل فيه ده، يبقى حمدي ياخد اكنه 10 او عمرو ياخد اكنه 10 في حاله الضغط اللي قدام. خدنا الكوره خلاص، الدنيا بتبقى بتمشي بشكل افضل يعني. صح. طيب خلينا نروح لكابتن بجمعة قصاب، مهاجم نادي الوداد المغربي السابق. طبعا نسأله عن نادي الوداد وعن وجود النادي الأهلي وعن أجواء كأس العالم
كابتن ابو جمعه بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مرحب بيك وبرحب جميع جمهور فريق الاهلي والجمهور المصري، ومرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب. نتمنى هذه بطوله كاس العالم للانديه تكون من نصيب احد الفرق العربيه، لا الوداد ولا فريق الاهلي، رغم ان صعوبه في الفرق المشاركه، ولكن كتبقى التكهنات والرهانات والامال معقوده على هذا كاس العالم اللي منظمه في بلد عربي اللي هو المغرب. عايزين نعرف رايك في استضافه المغرب واستعداداتها لهذه النسخه من بطوله كاس العالم للانديه. وصراحه المغرب فات ليه وعنده واحد التجربه في تنظيم هذه التظاهره. كان نذكروا التنظيم ديال 2013، بالمميزات ديالو بالمساوئ ديالو، فاخذت تجربه المغرب باش ان شاء الله هذه النسخه تكون ممتازه من ناحيه التنظيم، ونتمنى انه تكون دوز هذه المسابقه وديال كاس العالم في اجواء رياضيه وفي اجواء عالميه. بطبيعه الحال النسخه هي نسخه عالميه، ونتمنى انها تكون عالميه. كنضمن لكم بان غيكون ان شاء الله الحضور جماهيري، وغيكون التنظيم في مستوى، وان شاء الله يكون تتويج عربي ان شاء الله بهذه الفرق المشاركه، لا الهلال ولا الوداد ولا حتى الاهلي، رغم كما كنقول لك الصعوبه، لان الفرق المشاركه لا الريال ولا فلامينغو، ف رغم هذه الصعوبه ولكن ان شاء الله بالحماس ديال هاد الانديه العربيه، وشفنا حتى في المشاركه ديال المغرب في كاس العالم، فكان هذا غيعطي واحد الانطباع بان حتى الفرق المغربيه ولا الافريقيه قادره باش تمشي اعلى مستوى في هذه المسابقات العالميه. طبعا كابتن، اولا بنبارك كل الشعب المصري، بيبارك للمنتخب المغربي لوصوله لنصف نهائي كاس العالم والشكل الرائع اللي ظهر بيه، واحنا متاكدين عندنا الثقه ان شاء الله ان البطوله على مستوى التحضير وعلى مستوى التنظيم هتكون اكثر من رائعه، ولكن على المستوى الفني شايف ازاي مشاركه ثلاث انديه عربيه على مستوى طبعا المونديال؟ فرص النادي الاهلي ايه؟ فرص الهلال وكمان الوداد المغربي في هذه البطوله؟ وصراحة فريق الوداد المغربي ولا فريق الوداد عنده واحد الميزة ديال الأرض والجمهور، نتمنى أنه باش تكون حافز ليه باش يحقق نتائج إيجابية اللي كينتظرها الجمهور المغربي كافة، خصوصا أن المشاركة الأخيرة اللي كانت في المغرب، ففريق الرجاء اللي هو تو فريق مغربي مشى لأبعد نقطة اللي هو النهاية، فالكل عازم على باش الفريق الوداد اللي هو فريق البلد المنظم يمشي في اعلى نقطه. ولكن ما نساوش بان حتى فريق الاهلي في تقريبا هذه المسابقات الاخيره فهو حتى الصف الثالث، وهذا انجاز كبير، الثالث مرتين على التوالي. الهلال كما كيعرف الجميع انه كيضم في العناصر ديالو واحد المجموعه اللي هي قويه، لاعبين اللي كينتميوا للمنتخب المغربي السعودي، على الاقل كنظن انه 8 أو 9 لاعبين، وشفنا انه الظهور القوي اللي ظهروا به في كاس العالم كذلك، هما خصوصا اللقاء الاول ضد فريق المنتخب الارجنتيني، فبالاضافه للاعبين المحترفين اللي كيتوفر عليهم من اسيا ولا من البرازيل، فصراحه حتى هو حقق واحد الظهور مميز في النسخه الاخيره في الامارات، انهزم في نصف النهائي وعلى يد الاهلي، فهذه كل عوامل كتخلي بان هذه التجربه ديال هاد الفرق لا الاهلي ولا الهلال، وكذلك فريق الوداد بحكم الاستضافه ديالو في الارض ديالو وامام الجمهور ديالو، عرفوا ان الوداد بالجمهور ديالو كيحفزوا كيعطي واحد الدفعه معنويه قويه باش يحقق الالقاب، فنتمنى انه هذه العوامل تكون في صالح هذه الفرق الثلاثه، وتكون ند كما كيعرف الجميع ند للفلامينغو ولا ريال مدريد. طيب في ظل وجود ثلاث فرق عربيه، هل تتوقع ان يكون او تكون الجماهير المغربيه متواجده بكثره في المباريات لمسانده الثلاث فرق العربيه؟ وصراحه كنظن انه باستثناء الفريق المنظم بطبيعه الحال فريق الوداد
فالظهور ديالو غادي يخلي بانه يكون واحد الجمهور كبير كثير بطبيعه الحال، غيكون فائق الجمهور اللي غيحضر للمقابله ديال الاهلي. بطبيعه الحال الاهلي توعدوا الجمهور ديالو غادي يتنقل معاه، ولا كذلك الهلال. فهاد الفرق وخصوصا فريق الوداد كنظن انه عنده الجمهور ديالو لانه مستضيف، ولكن الفرق اخرى هي عندها الجمهور ديالها اللي غتنقل معه، حتى محبين اللي كيحبوا للاهلي. والهلال كنظن انه كذلك حتى هو عنده الجمهور ديالو، ولكن ما يكونش بنسبه كبيره مقارنه بالوداد والاهلي. ولكن ما نساوش حتى خصوصا فريق ريال مدريد، فريق ريال مدريد عنده حتى هو الجمهور ديالو في المغرب وفي العالم كامل. حبذا لو كان واحد اللقاء بين هذه الفرق العربيه مع ريال مدريد، فكنظن انه غيكون جمهور غفير، وحتى الجنبات ديال الملاعب غتكون، ولا الملعب اللي غيحتضن هذا اللقاء اللي غيجمعوا بفريق ريال مدريد غتكون مملوءه عن اخرها. وصراحه انا كنظن من هذا المنبر كنظن بانه الحضور الجماهيري لان غيكون قوي، لان الجمهور المغربي شغوف كرة القدم بغض النظر على الفرق المغربيه، فهو كيحب الفرق اللي كتلعب كرة القدم، لا الاهلي ولا الريال ولا البارسا ولا حتى فلامينغو، لان حتى فلامينغو احنا كجمهور كنتبعوه في اللقاءات ديالو، حتى هو عنده واحد الجمهور اللي هو شغوف، وكن على يقين انه غادي يتنقل مع الجمهور ديالو، لان احنا شفنا المنتخب البرازيلي في قطر، شفنا الجمهور اللي حضر معاه، لانه ذاك الجمهور ديال امريكا اللاتينيه تبارك الله جمهور اللي شغوف كيتبع المنتخبات ديالو ولا الفرق ديالو. فظل هذه العوامل كامله كتبين بان ان شاء الله الحضور الجماهيري غيكون مكثف وغفير في تقريبا جميع اللقاءات. شكرا جزيلا يا كابتن على وجودك معنا في هذه الفقره. كنا بنطمن طبعا على كل التنظيمات الخاصه بالمغرب في هذه البطوله الكبيره، بطوله كاس العالم للانديه. اخيرا يا احمد، اخيرا يا كريم، من وجهه نظركم اهم نقاط القوه والضعف، نقولها كده 1 2 3. بالنسبه للفريق اوكلاند، نقاط القوه اول حاجه اللياقه البدنيه. قول انت القوه، ماشي، وخلي كريم. القوه البدنيه طبعا، الضغط بتاعهم كويس، حتى لو بكره بداوا متوقع ان هم يبداوا ضغط في وسط الملعب او يبداوا دفاع منطوي يعتمدوا على الهجمه المرتده، بس الضغط بتاعهم منظم، عندهم التحولات بتاعتهم، الترانزيشن من الدفاع للهجوم، مانيكام ده كويس، ورقم جريكا الاثنين كويسين في البيلد اب بتاعهم، فانت تقدر ان انت تعمل عليهم مان او تراقبهم بشكل كويس عشان تمنع التحولات بتاعتهم. اقول نقاط الضعف بقى خلي بقى كريم بقى، مش ممكن بيلعب كوره هو شكله يعني هداف. طب روح اكتب بقى، يلا وعيده بيكسب. المفروض كان جاب لنا غدا ولا حاجه. كنت تقول قول لي انا بيتكلم على نقطه. طب ما تقول لي نفسك، قول لي نفسك صحيح. كنت لعيب وحكم ودكتور. ما شاء الله. طبعا ابرز نقاط الضعف فريق اوكلاند في وجهه نظري، بدايه من حارس المرمى، حارس المرمى متواضع تريسي، يعني حتى في المباراه بتاعت الفريق الدرجة السادسة في الدوري الاسباني كذا كورة تشوط عليه من خلال منطقة الجزاء، ما كانش بيعمل تراي اصلا، هو مجرد ان هو واقف وبيحاول يرفع ايده منتهى الموضوع، ويعني رد الفعل بتاعه مش حارس مرمى كبير. النقطة التانية طبعا مهمة جدا 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 في وجهة نظري، بطء الفريق في الارتداد من الهجوم للدفاع، يعني هم لو بيهاجموا الفريق بطيء للغاية في ان هو يرتد للدفاع، وده بسبب فعلا ان هم ربما يكونوا مهتمين بالكتلة العضلية في جسمهم قوي، فلما بتزود الكتله العضليه زياده عن اللزوم ده بياخد من السرعه بتاعه الركض. وفي وجهه نظري طبعا اكيد ابرز حاجه ان الفريق بشكل عام فريق متواضع، فريق عشوائي شويه، فريق لعبه يعني ما عندوش مهارات فرديه كبيره، فمحتاجين ان احنا نجرهم للعب بتاعنا، اللعب المنظم، اللعب المرتب والتدرج في الخروج بالكوره، اعتقد هم ما عندهمش المهارات دي، وبمرور الوقت باذن الله باذن الله لعيبه الاهلي تبدا تحس ان هي مرتاحه قدام منافس يسهل. هي البدايه، كل اللي بتقوله ده هي البدايه، لازم اول ربع ساعه قويه جدا، اول ربع ساعه زي ما تتكلم، لما يكون عندك فريق حتى عنده ديفوهات كتير لازم تبين له انت الاقوى خلال بالزبط البدايه. بالظبط، انت بالزبط اللي بتمسك ريتم المباراه، بالزبط انت اللي بتسيطر على المباراه بشكل كبير جدا، وده المطلوب ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بشكركم، شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم في الاهلي في المونديال، هاني العجيزي واحمد عادل هيكونوا ضيوفنا في الفقره الاخيره من الاهلي في المونديال في ليله مباراه الاهلي واوكلاند، ولكن بعد هذا الفاصل.